ونتحول الآن إلى أخبار الطقس والأرصاد الجوية. وقفة ثالثة وأخيرة مع عمرنا إيهاب مرة أخرى، إليك نعم. شكرا لكم محمد وصحر، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وبارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17، الأسكندرية 30-16، مطروح 27-13، بورسعيد 29-15، والإسماعيلية 33-13. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 14، العريش 32-18، طابة 31-16، شرم الشيخ 31-18، والغردقة 32-15. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 13، أسوان 35-16، الوادي الجديد 34-12، شلاتين 29-17، وأخيرا حلايب العظمى 27 درجة والصغرى 15. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.